نواكشوط نتابع التقرير التالي. وأذن مؤذن ساكنة العاصمة نواكشوط أن ينفروا خفافا وثقالا لنصرة العلماء والدفاع عن المقدسات، ليكون مطار نواكشوط الدولي قبلة لمواطنين قدموا من كل الشعاب استقبالا ومناصرة للعلامة محمد الحسن ولد الددو بعد الاعتداء الذي تعرض له، استقبال دعت إليه المبادرة الوطنية للدفاع عن العلماء والمقدسات الإسلامية. يا ناصر الدين يا بناء يا عدوي يا أصمعي يا ابن عثمان ابن قنبرة يا سحنون يا ابن دقيق العيد يا حموي يا من لذكرك يا من لذكرك في أنف العلا عبق يا من لصيتك بين الخافقين دوي صبرا جميلا فهذا مسلك وعر لكنه نبوي أيها الددوي. تهادت سيارة العلامة محمد الحسن بين الجموع وسط حفاوة شعبية وغضب عارم من التطاول على العلماء في موريتانيا. نريد حق الله ونريد تطبق الشريعة المحمدية وهذا واجبنا، والشيخ عالم الأمة كاملة ما هو عالم ما يخبر القبيلة ولا يخبر موريتانيا ولا يخبر اخبار على انه عالم للأمة كاملة، وهذا دار طالبين تطبق لنا الشريعة المحمدية اللي اعتدى على كتبنا واللي اعتدى على الأنبياء واللي اعتدى على العلماء. المناصرون للعلامة محمد الحسن أكدوا رفضهم للصمت المطبق تجاه التطاول على الجناب النبوي والعلماء والمقدسات، داعين الدولة إلى وقفة حازمة في وجه المتطاولين. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ يجب علينا جميعا أن نخرج لنندد بهذه الظاهرات التي ليست من عادة بلادنا، التي ليست من عادة موريتانيا. نحن هنا جئنا لنقول للشيخ محمد الحسن أننا معه وأننا سننصره وأننا فداء له. إجماع الجموع وتأكيدها على ثوابت الأمة الإسلامية وحمايتها في بلد قيل أنه ذات يوم بلد العلماء والمحاضر وحفاظ القرآن الكريم.